السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي تراحيب. مرحبا ومسهلا بكم، مرحبا بك صباح بعد هذه الإجازة، المبروك الزواج. الله يبارك فيك. إجازة سعيدة ومرحبا بك في تراحيب مرة ثانية، اشتقنا لك. الله يرحم الله والديك، احنا اشتقنا لكم واشتقنا للمشاهدين، إن شاء الله تكون عودة قوية إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، حلقتنا الليلة فيها عدد من المواضيع اللي تهمكم وتهمنا، وبنستضيف خلالها السيد عامر بن محمد الحميدي، رئيس قسم التخطيط والمشاريع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني. أيضا مشاهدينا بنستضيف في حلقة اليوم السيد مشعل محمد الإبراهيم، مدير أمن المعلومات بفودافون، للحديث عن الرسائل والمكالمات الهاتفية المزعجة. ولنا أيضا فقرة رياضية دسمة راح يقدمها زميلنا أحمد الشمري من نادي الوسيل للرماية. طبعا مشاهدينا احمد راح يكون معنا في هذه الفقره، وراح يعطينا فقره رياضيه تتكلم عن رياضه الرمايه ويا ناصر، وايضا راح يتكلم يتواجد هناك ان شاء الله، وراح يكون مع ضيوف ابطال قطريين رامين، اصحاب انجازات قطريه. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المستقبل باذن الله ان شاء الله. وايضا راح يكون لنا وقفات مع عدد من المواضيع والاحداث البارزه اللي يشهدها بلدنا الغالي. يمكن يا ناصر اليوم عندنا مواضيع كثيرة، فقراتنا منوعة، إن شاء الله تكون حلقة منوعة وأيضا مفيدة للمشاهدين إن شاء الله. مشاهدينا البداية مع الاجتماع العادي الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وتمت خلالها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، وأيضا إقرار مشروع بشأن تعبئة وتقديم بعض الأغذية، وبموجب القرار الوزاري تكون تعبئة الأغذية بجميع أنواعها في عبوات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة أو المعتمدة، ويحظر استخدام أكياس البوليإيثيلين أو أوراق الصحف أو المطبوعات المختلفة. من جهة أخرى مشاهدينا، اعتمد الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم سياسة تقويم السلوك الطلابي يا ناصر. نعم، ونتابع معكم أبرز نقاط هذه السياسة. ننتقل مشاهدينا الحديث عن موضوع آخر يهم المواطنين أيضا، نتوقف عند التطورات الكبيرة التي يشهدها شارع الكورنيش حاليا، حيث تقوم هيئة الأشغال العامة أشغال بتحويل 8 دوارات إلى إشارات ضوئية، وهذا الأمر بكل تأكيد سيساهم في تحسين انسياب الحركة من وإلى منطقة الخليج الغربي وبين شرق قطر وقربها بشكل عام. تقرير عن هذه الأعمال خلونا نشوفه ونعود. أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال في مؤتمر صحفي عقد اليوم عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تحويل دوارات شارع الكورنيش إلى تقاطعات بإشارات ضوئية. الهدف من تحويل هذه الدوارات إلى إشارات ضوئية هو للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية لمدينة الدوحة. الاستراتيجية الدولة الآن مع كثرة عدد السكان وكثرة مستخدمين الطريق بشكل دائم، كيف نحافظ على أن تبقى الدوحة دائما في انسيابية للحركة المرورية. طبعا لدينا يعني 8 دورات راح تتحول إلى إشارات ضوئية،
وتبع المؤتمر جولة ميدانية على الأعمال القائمة على الكورنيش والبالغة كلفتها الإجمالية 200 مليون ريال قطري. نحن الآن في نهاية المرحلة الأولى، راح ننتقل إن شاء الله إلى المرحلة الأخرى والنهائية، ومن المتوقع بإذن الله راح ننتهي من جميع الأعمال في نوفمبر، نهاية نوفمبر إن شاء الله. وينتظر أن تساهم هذه الأعمال في تسهيل الحركة المرورية في هذه المنطقة خصوصا وفي الدوحة بشكل عام، وبما يساعد على تخفيف الازدحام وتوسيعة المسارات وتطوير هذا الشارع الحيوي، ويسهم في استمرار سير عجلة التنمية الشاملة وفق رؤية قطر 2030. ويجي تنظيم أشغال لهذه الزيارة من منطلق حرصها على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أرقى المعايير الدولية اللي تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونبقى مشاهدينا في إطار الحركة العمرانية الضخمة التي تشهدها بلادنا، حيث تواصل وزارة البلدية والتخطيط العمراني ترقيم الشوارع والمساكن في مختلف مناطق الدولة وفق الخطة المعدة والمحددة لها من قبل. نعم، ولتفاصيل أكثر عن هذه الخطة ومراحلها التي حددت من قبل الوزارة، معنا في ترحيب السيد عامر بن محمد الحميدي رئيس قسم التخطيط والمشاريع بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. مرحبا ومسهلا بك معنا في ترحيب. مرحبا، الله يسلمك. مسي عليك بالخير يا عامر، ونرحب فيك في برنامج ترحيب. وفي البداية ودنا تحدثنا بشكل عام عن مشروع ترقيم المساكن الموجودة الآن. يمكن احنا متعودين عليه من السابق ان ترقيم المساكن هذا موضوع قديم. نعم. لكن يمكن يعني احنا اللي السنه طورناه شوي، حاولنا نحط له آليه تكون دائمه، كل عقار يحصل على رقم في الدوله. نعم. طبعا مخزن ضمن قاعده بيانات الدوله، سهل الوصول له، سهل ربطه بمعلومات الاخرى للعقار من رقم كهرباء وماي وشركه الاتصالات. نعم. اذا نبغي نتكلم عن شروط، هل هناك شروط معينه لترقيم المنازل؟ يعني يمكن هو في شرط واحد اللي هو لابد ان العقار يكون كامل الانشاء، يعني تم اصدار شهاده تمام بناء من قبل البلديه التابعه له. نعم. وراح يسكنها رعي، احنا نبتدي نصدر له رقم الركبه. نعم. هذه بالنسبه للبيوت الجديده. بالنسبه للبيوت القديمه والمساكن القديمه والمنشات. طبعا المساكن القديمه احنا نرقمها على حسب ما هي موجوده عليه، لان احنا عندنا اليه معينه للترقيم، ولكن هذا يعني يعتبر يمكن في بعض المدن يمكن اصبحت اليوم مع التطور العمراني. نعم. اصبحت نادره في الدوله المساكن القديمه الغير مخططه. نعم. لكن احنا نتعامل معها على حسب وضعها الحالي اللي هي عليه. لأن عارفين في السابق راح تشملها الخطة الجديدة وراح يتغير وضعها. لازم الحين بعد الآن يمكن احنا على علم انه يمكن قطر مع النهضة العمرانية الكبيرة يمكن تشهد العديد من الأمور، يمكن هذا من الأمور اللي يمكن محتاجينها عندنا في قطر، مسألة ترقيم المباني، ترقيم المساكن، هذه يمكن راح تسهل مسألة الوصول إلى المبنى المراد به عند أي واحد بيروح. بالضبط. يعني احنا في السابق كان يعني كانت قاعدة بيانات أرقام العقارات هي عبارة عن خلنا نقول يعني قاعدة بيانات أكسل شيت أو يعني فقط هي بيانات تطلع لك. اليوم إحنا نقدر نوصل لها عن طريق الخرائط، يعني فيما يعرفون الناس اللي هو عن طريق الجي بي إس. نعم. تقدر توصل عن طريق استخدام الخرائط أو الساتلايت. نعم. والوصول للعقار بشكل أسهل. طبعا فوق هذا اللي أضافت للوزارة أنه وضعت إكس واي كوردينيت لمدخل العقار نفسه. نعم. يعني أنت العقار ممكن على شارعين، لكن من خلال الرقم الموحد للعقار او مشروع في وجه الشارع، في مش في وجه الشارع، في مدخل البيت نفسه. لازم في مدخل كل بيت يعني منشأة او كل بيت او كل مسكن. بالضبط. طيب يعني حددتوا وقت او مراحل زمنيه للانتهاء من الترقيم؟ طبعا احنا بالنسبه حق الترقيم هذا شيء ما راح ينتهي مع الحركه العمرانيه. لا، خلينا نقول للي ما الى الان يعني المساكن الموجوده والمنازل الموجوده إلى الآن ما تم ترقيمها، لابد أن في قيد المنشأ أو عفوا إتمام بناء لأي منزل جديد راح يتم ترقيمه مباشرة. بالضبط. ولكن للي ذكرناها اللي إلى الآن ما ترقمت، هل هناك خطة معينة لتحديد وقت معين للانتهاء منها؟ طبعا احنا المشروع عندنا ينقسم إلى قسمين، ترقيم العقارات وترقيم الوحدات. ترقيم العقارات احنا بدينا في 2009 في بداية المشروع، انتهينا منه الحمد لله في أول 2012 تقريبا، أو أول 2012 تقريبا انتهينا من المرحلة هذه. انتقلنا للمرحلة الثانية هي ترقيم الوحدات. طبعا الوحدات تنقسم إلى مجمعات فيلل
أو شقق أو محلات تجارية. نعم. هذه عندنا الوحدات، طبعا الوحدة هي جزء من العقار ومربوطة برقم العقار نفسه. نعم. بالنسبة حق العقار احنا انتهينا منه، ووضعت الوزارة آلية التواصل بين المركز نظم المعلومات الجغرافية وبين البلديات في آلية إصدار الأرقام بالنسبة حق العقارات الجديدة. وإيش الآلية إذا نبغى نعرفها؟ الآلية طال عمرك يعني احنا بدينا من قرار سعادة الوزير من تاريخ 14/7. نعم. كل رخصة بناء يرسل مخطط للعقار للمركز، طبعا في موظفين مختصين يستقبلون الطلبات هذه. نعم. من البلديات السبع. نعم. يجي الطلب للموظف مخطط العقار ويحدد مدخله، يصدر له رقم ويرسل مره ثانيه للبلديه، تبتدي تستمر معامله العقار هذا بالرقم اللي تم اصداره من خلال المركز. نعم. مع وضع ملاحظه عندنا في المركز ان هذا العقار تحت الانشاء، بعد ما ينتهي العقار من الإنشاء يرسل لنا شهادة إتمام البناء ويتم رفعه على قاعدة البيانات لكل الجهات الدولة تستفيد منه. نعم. إنه فعلا بيكون موجود على أرض الواقع. لو تحدثنا يمكن الآن في الفترة الأخيرة هناك مناطق يمكن جديدة وكبيرة يمكن قاعدة تنبني وقاعدة تصير فيها مشاريع كبيرة مع النهضة العمرانية اللي عندنا في قطر، كيف تتعاملون مع هذه المناطق الجديدة ومسألة ترقيم المساكن فيها؟ طبعا احنا في بداية المشروع جينا لمنطقة أم لخبة وضعناها كمنطقة تجريبية. نعم. علشان نبتدي فيها ونشوف ان كان في اخطاء على التجربة هذه اللي راح تصير او لا. الحمد لله كانت التجربة ناجحة في رقم العقار. بعدها وضعنا يعني اعتمدنا الآلية المتبعة. احنا يوم بدينا المشروع طبعا انا لما اتكلم على عقار فموجودة عدة جهات الدولة مرتبطة بالعقار هذا، من ضمنها إدارة التخطيط العمراني. نعم. في الوزارة عندنا. طبعا. رجعنا لهم كم، سألناهم كم تسمح أنك تقسم الأرض لصاحب المسكن هذا. نعم. يعني ممكن واجهة الأرض 30، كم تسمح له أقل مساحة عشان تقسمه؟ فقال أعطيه 15 15. فوضعنا بالحسبان أن كل عقار واجهة 30 راح يأخذ رقمين، رقم موجود على أرض الواقع ورقم مخزن عندنا في قاعدة البيانات. نعم. تحسبا للمستقبل. فبدينا المشاريع هذه الجديده يعني اللي جاتنا صارت انا ما عندي مشكله، خلاص وضعت آلية يعني اللي بيجي بعدي الآلية واضحه موجوده عندنا يستمر عليها. نعم. سيد عمر قبل ما نختم، لابد ان واجهتكم صعوبات، او اذا ما واجهتكم هل واجهتكم؟ يمكن احنا بحكم الدراسه اللي قدمناها قبل تنفيذ المشروع كانت الصعوبات بسيطه. ايش هي الصعوبات اللي واجهتكم خلال ترقيم المنازل؟ خصوصا المناطق الجديدة مثل ما قال أخ الجديدة تكون لحد الآن ما أصدر لها أرقام شوارع. نعم. طبعا أنا العقار مربط برقم الشارع، فأضطر أن أنا أرسل حول معاملة على إدارة المساحة لإصدار رقم شارع وبعدها أنفذ المشروع. طبعا هذا راح يعطل المعاملة بالنسبة لي وراح يكون اللوم علي. صح. أنا كجي اي اس. نعم. إن شاء الله أن ما تتعطل المعاملات، وإن شاء الله أن يكون التعاون بين كل المؤسسات مثل يعني ما إحنا نتوقع منهم. وصراحة نتوجه بالشكر لكم وأيضا لكل مؤسسات الدولة سواء كانت في التخطيط والبلدية وجميع المؤسسات بشكل عام. سيد عامر محمد الحميدي رئيس قسم التخطيط والمشاريع بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، شكرا لحضورك معنا في ترحيب. العفو الله يسلمك. شكرا لك. العفو الله يسلمك. مشاهدينا خلال حلقتنا اليوم بيكون معنا السيد مشعل محمد الإبراهيم مدير إدارة أمن المعلومات بشركة فودافون، وبعد الفاصل نتابع. أبطال قطريون يتألقون في رياضة الرماية، انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وما زلنا متواصلين معكم في ترحيب. وين بنروح الصبح؟ بنروح الحين يا ناصر عند احمد الشمري. ننتقل مشاهدينا الى نادي لوسيل للرمايه في مدينه لوسيل، حيث سيقدم لنا الزميل احمد الشمري الفقره الرياضيه لهذا الاسبوع، واللي طبعا متركز نفس ما قلنا لكم ساعه على رياضه الرمايه وبعض ابطالها في قطر. مساك الله بالخير يا احمد، والكلمه عندك.
مساكم الله بالنور السعادة مشاهدينا الكرام، يا مرحبا وسهلا بكم. اليوم من نادي الوسيل للرماية مباشرة من فقرتنا بعنوان الرماية. اليوم اخترنا لكم هالرياضة هذه بالذات لأنها معروفة أنها متوارثة من قبل أجدادنا، وأيضا ديننا الحنيف اهتم في هذه الرياضة، رياضة شيقة وفيها حماس وأيضا فيها تحدي. هالرياضة هذه إن شاء الله راح نتعرف عليها أكثر من قبل التقارير راح نقدمها لكم، وأيضا من قبل الضيوف المتواجدين عندي في الاستوديو نرحب فيهم. يا مرحبا وسهلا فيك خالد المنصوري، بطلنا خالد المنصوري، وأيضا معانا البطلة سارة محمد، يا مرحبا وسهلا فيك يا سارة. طبعا ابطالنا تبقين من بطوله اسيويه كانت في الصين، وايضا احرزوا المركز الثاني ورفعوا راسنا فوق، الله يعطيهم الف عافيه. قبل ما نبدا الحوار مع ابطالنا خلينا نشوف هذا التقرير اللي عرفنا اكثر عن هذه الرياضه. تعتبر الرماية من الرياضات الشعبية في قطر، حيث تنظم منافساتها في الهواء الطلق وفي الصالات المغلقة للرجال والنساء على السواء. ومن بين أنواع تلك الرماية هناك رماية الشوزن، أي الرماية على الأطباق، والتي تميز بها أهل الخليج والمنطقة العربية لترابطها بالصيد البري. الحين عندنا تدريبات مكثفة صباح ومساء، تجهيزات البطولات القادمة. كان عندنا إجازة في رمضان موقفين عن الرماية، بعد العيد إن شاء الله بعد العيد بدينا التدريبات مكثفة. البطولات تبدأ من أسبوع، تبدأ البطولات عندنا إن شاء الله بطولة في أمريكا بيرو، إن شاء الله نحن نتجهز للبطولة هذه بالتدريبات صباح ومساء، وإن شاء الله توفيق من الله إن شاء الله نحقق شيء في البطولات الجاية. ومن أنواع الرماية الأخرى التي تنطوي تحت الاتحاد الدولي للرماية هي الرماية بالرصاص، وتشمل البندقية والمسدس، وتقام منافساتها في ميادين داخلية وعلى مسافة 10 أمتار من سلاح معبأ بهواء مضغوط داخل اسطوانة. نحن بداية موسم رياضي جديد إن شاء الله راح تكون قدامنا بطولات في شهر 11، عندنا بطولة محلية وعندنا بطولة بشهر 9 في إيران. شاركت في بطولات تقريبا كلها محلية، وشاركت ببطولة في الكويت وحصلت على المركز، حصلت على الميدالية الفضية. طبعا الحين تدريباتنا كلها صبح لأن بداية المدارس راح نحول العصر إن شاء الله. أوجه دعوة لزميلاتي أخواتي إن يشاركوا في هاللعبة ويجربونها، لعبة إن شاء الله لها يعني مستقبل. ويعد الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم واحدا من الاتحادات الخليجية والعربية التي لها نصيب كبير في تمثيل هذه الرياضة عن طريق أبطالها الذين رفعوا اسم قطر عاليا في البطولات الدولية. رجعنا لكم بعد هذا التقرير، وخلنا نبدا مع محمد، مع خالد عفوا. خالد كلمنا عن بدايتك في الرياضه. والله اول بداياتي كانت مع الوالد، كنت اروح مع البر وارجع بس، والله هذا هو اللي حببني في الرمايه. عاد كنت ترمي مع الشايب؟ اي كنت ترمي. وشلون كنت ترمي؟ لا الحمد لله يعني مرفع لي وايد الوالد الله يحفظه. وجيت وشاركت هنا؟ اي جيت وشاركت الحمد لله، لقيت نفسك انك توفقت في الرياضه. ساره انت يعني كبنت مثل ما تعرف هذه الرياضه فيها تحديات واكثر ميولا للشباب، شلون كانت بدايتك او شلون قدرتي ان انت تدخلين هذه الرياضه وما شاء الله بعد تفوقتي فيها؟ بدايه انا ما بديت رياضه بشكل عام، ما بديت في الرمايه، كنت في سباير. هم في اتفاق بين الرمايه وبين سباير، فهم يبوا مجموعه بنات ان يونير مون. فاول شيء دشيت الرمايه، رميت مسدس هوائي حق اكثر من شهر، بعدين نيت هنا شوزن. وشلون تميزت فيها؟ هم مجرد ان الحرص على التمرين، كلام المدربين، ركز على كلامه وشي ونفذ بس. خالد احنا طبعا سمعنا ان انتم رجعتم من البطوله، وطبعا البطوله كانت اعتقد صعبه وكان فيها عده تحديات، كلمني شوي عن تجربتك. والله كانت تحديات قويه بينه وبين الكازاخستانيين، كانوا يرمون، كانوا فريق. طبعا كان هناك عده فرق مشاركه من واجد والله عده دول. نعم.
وشلون كان سمعت ايضا انه كان في الجو مشاكل؟ اي الجو كان عندنا الطقس ما كان يسمح لنا نرمي في الفاينل. شلون كان الجو؟ في الفاينل بس، اما الايام الباقي كان اوكي. اي بس يوم الفاينل كان يعني كان مطر وهواء قوي. وانتم قدرتوا يعني ما شاء الله الحمد لله يعني على كبارده. انت جبت الثاني. وشو اصعب فريق واجهك انا؟ ما في، لان انا كنت داش الفاينل الاول الحمد لله. الحمد لله. بس مع الطقس وما طقس فنزلت. طبعا مشاهدينا الكرام لو تشوفون انهم لابسين، ترى احنا جبناهم من تمرين كانوا يتمرنون، ولو تسمعون ايضا صوت الرمي فايضا في ناس قاعد تتمرن التمرين اعتقد الساعة 8 في الليل. نعم. الله يعطيكم الف عافيه. ساره طبعا انتم البطوله نساء بروح وشباب بروح، شلون كانت تجربتك انت؟ هو كان يعني المنافسه اصلا كانت قويه بس مصاب بالصينين والاوريدي، بعدين لين الفاينل كان كل شيء سهل، الفاينل بعد شوي كان صعب علينا. دخلت الفاينل كنت الخامسة، بس بعد الفاينل صرت الثانية، كنت الثانية الحمد لله يا رب. من الأشخاص اللي يعني ساعدوك أو أنهم حفزوك وخلوك تدخلين هالرياضة هذه؟ هو هلي دخلوني مجال الرياضة، هم اللي دخلوني سباير، من سباير للترماية كملت رماية. خالد العمر المناسب برأيك أن يبدأ هالرياضة؟ 13. ليش؟ لأنه يكون صغير ولا اعتقد انه 13 انه يقدر يشيل السلاح ويكون جسم يعني مبنى. ساره شلون البنات اذا في بنت مثلا حاويه الرياضه حابه انها تدخل فيها، شلون تقدر انها تتميز في الرياضه؟ هي اول شيء تهني تستقبلها العنود مطر، يعطونها سلاح، يعطونها الذخيره، يدخلون معاها مدرب ويشوفون سواء يدخلونها سكيت تراب او دبل تراب ويمرنونها لين توصل حق المستوى تقدر تدخل فيه البطولة. خالد شلون استعديتوا للبطولة قبل تروحون هالبطولة هذه؟ أنت ثاني بطولة تشارك فيها. إيه نعم. قبل كل بطولة شو تسوون؟ يكون في تدريب مكثف ونتمرن كلياقة يعني بدنية تركيز. طبعًا أنتم أعتقد تمارينكم نفس الشيء أو في اختلاف؟ في اختلاف. اختلاف. نتكلمنا عن تمارينك. أنا تماريني هم بطولتهم. يرمو 75 طلقة. أنا كم ساعة؟ 75 طلقة هو على الساعات ولا على الطلقات؟ لا على اليوم. إذا كبطولة أول يوم يرمون 3 أطوار. ما عندنا يوم ثاني. إيه يكون في نفس اليوم فاينل، إحنا يومين أقل فاينل. أنت في الجامعة سارة؟ أيوه. شلون تقدرين تنسقين بين حياتك عادية مثل دراستك وبيتك وكذا وبين الرياضة؟ الرياضة لها جدول، هو أنت تنسق جدولك. وقت الدراسة دراسة، وقت البيت ما في مفي رماية لها وقتها، مو بهم الساعة 4 للساعة 8 هالوقت اللي احنا نكون فيه في رماية، برا شيء نمارس حياتنا عادية ما لها خص في رماية. بالنسبة لك يا خالد شلون تقدر تنسق بين حياتك وبين بطولة، وخصوصا ان انتم وصلتوا لمرحلة انكم تشاركون بطولات وايضا ما شاء الله فزتوا، فاعتقد زاد الضغط عليك شوي، فشلون قدرت تنسق؟ لا والله الحمد لله ما في ضغط علي، كعلي انا ما في ضغط. لأن أنا أشوف يعني حتى الرماية ما يقصرون يعطونا إجازات. يعني موفقين بينكم من وقت الامتحانات وشيء يخلونكم على راحتكم. مشاهدينا الكرام بنرجع نكمل حوارنا مع الضيوف، لكن خلنا نشوف هالتقرير التالي اللي يتكلم عن القوس والسهم ونرجع لكم. الرماية رياضة قديمة جداً وهي مهارة التسديد نحو الهدف، وتعتبر رياضة رماية القوس والسهم من أحب أنواع الرياضات في قطر حيث تشهد إقبالاً كبيراً. وتقوم آلية الرماية على تصويب الرامي على قرص مقسم إلى 5 دوائر مختلفة الألوان ولكن بترتيب معين من الخارج إلى الداخل، وتتدرج النقاط من 1 إلى 10 باختلاف لون ومنطقة الحلقة، وتصنع الأقواس من شرائح خشبية وألياف كربونية وزجاجية ومادة السيراميك أو الرغوة الصلبة، ويشتمل الأقواس أيضاً على أدوات توازن قادرة على امتصاص الاهتزازات لمساعدة الرامي على الرماية بثبات. لعبة القوس والسهم هي يعني رياضة قديمة
تحتاج إلى لياقة بدنية، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى قوة تحمل، نحتاج إلى لياقة. يعني في تمارين ثانية نسويها غير الرماية في القوس عشان تساعدنا على اللياقة، نحتاج إلى عضلات في الكتف والظهر، الوقوف لفترة طويلة. خلال السنة شاركنا في بطولتين، هي بطولتين كأس العالم، كانت الأولى في الصين والثانية في تركيا. بدأت مزاولة رياضة القوس والسهم من شيء 15 سنة تقريبا، وحققت بطولات كثيرة للمنتخب القطري فردية مع الفريق على المستوى العربي والمستوى القاري. عندنا استعدادات البطولة الإسلامية في إندونيسيا 22 سبتمبر، نسأل الله أن يوفقنا في هذا البطولة. ويعود انتشار هذه الرياضة في قطر إلى النشاط الكبير الذي يقوم به الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، إذ يعد واحدة من الاتحادات الخليجية والعربية البارزة نظرا إلى الإنجازات الكبيرة التي يحققها أبطاله في البطولة العربية والدولية. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا التقرير ونكمل حوارنا مع ضيوفي. سارة، يوم خلصت البطولة جبت المركز الثاني، وشعور طبعا حلو وانت ماخذ المركز الثاني، واعتقد انكم كنتوا جدا مستانسين. تكلمينا عن شعورك وانت رافع اسم بلادك فوق. هو فخر، لان قبل ما ارفع اسمي، قبل ما انا امسك ميدالية، انا رفعت اسم قطر. وصلنا حق اللي نبيه، حتى لو ان واجهتنا مصاعب، ان توتر اللعبة، توتر البطولة، حولنا ناس يرمون شيء، ما نبي نركز معهم، نركز مع رمايتنا احنا. شتي تحس بفخر لما توصل حق اللي انت رايح له، عشان اصلا توصل حق اللي انت تبيه. فبس هو يعني من اوله لتالي تبي توصل انك تتوج، ترفع اسم قطر، فانت رايح اصلا على هالاساس. خالد، ما يعني كنت مستانس؟ اي بالله مستانس طبعا، شعور لا يوصف. خاصة طبعا انت مش بس ان انت حققت انجاز لك انت بنفسك، رفعت انجاز ايضا، رفعت اسم بلدك فوق. متى بديت الرياضة؟ كم كان عمرك؟ يمكن 14. 14. سارة؟ 15 سنة. الانجازات اللي حققتها انت مثل هالميدالية هذه والمركز الثاني، مش عطتك دافع؟ ايش اللي خلتك يعني ايش تحس فيه؟ خصوصا الواحد اذا كان في رياضه وما حققت شيء او كذا، ممكن استمر في الرياضه لكن في مو نفس المعنويات اللي اذا انا حققت بطوله او انا يعني سويت شيء فيها. فانت ايش اللي فتحت لك مجال ايش؟ ايش اللي خلتك تشوفها لقدام؟ والله الحمد لله، يعني طموحاتنا للاعلى ان شاء الله. ان شاء الله في بطوله في البرازيل 2016 هي الاولمبيات، ان شاء الله احنا واخوانا القطريين شادين حيلنا لها. طبعا قلت لي ان ابوك اللي خلاك تتعلق بالرياضه. صحيح، الله يخلي لك يا رب. وياك ان شاء الله. ساره، احنا عارفين ما شاء الله طموحات البنات عاد ما شاء الله يعني كبيره، وانت الحين ما شاء الله تكملين جامعه. بالنسبه لرياضتك اللي هي رياضه الرمايه، يوم حققتي هالانجاز هذا، ايش اللي تتمنين ان انت تحققينه بعد المستقبل؟ ما نبي نوقف مستوى اسيوي، يعني نبي نوصل حق الاعلى ان شاء الله. ما نبي نوقف رمايه، بتم نتدرب، بنحاول نوصل ان بطولات اعلى، التوج مثلاً بدأ مناخذ الثاني، ناخذ الأول إن شاء الله المرات الجاية. وأعتقد أيضاً مشاهدينا الكرام، إحنا بحاجة المزيد من الأبطال، الكل من حب هالرياضة يجي ويتقدم، والأبواب أعتقد مفتوحة للي حاب إنه يجرب هالرياضة. يمكن البعض يقول لك أنا ما أقدر، لكن يوم يجي ويجرب هنا يطلع إنه عنده الموهبة هذه. وأعتقد الرياضة هذه أيضاً رياضة خطيرة، ما أنصح إن حد يجربها في أي مكان. اللي حاب إنه يجربها وحب هالرياضة يجي ويجربها هنا، يكون تحت إشراف مدرب، وأيضاً يكون تحت رعاية السلامة، وكل شيء يكون تحت المراقبة هنا. وغير هذا أيضا مكان هنا موفر، أنه هو يقدر مفرين لطلقات، مفرين لكل شيء، أنه هو يقدر يرمي الرياضة هذا. يا مشاهدين الكرام، أنا أول ما جيت هنا كنت أعتقد أن أي واحد يقدر يمارسها، ممكن أنا أوقف وأمسك وأرمي، ممكن تحتاج بس تركيز، لكن أعتقد أنها هي تحتاج أيضا لياقة بدنية. صحيح. أنتم 3 أيام في الأسبوع تدربون، تكلموني في عن الجدول، على الجدول الرياضي شلون؟ سبت الاثنين الأربعاء. هذا تمرين شلون، ركب ولا حديد ولا؟ لا بس انت تقصد الرمايه كتدريب رمايه ولا الرمايه تحتاج لياقه؟ انا سمعت اللي لياقه في عندنا جيم هني. عندنا جيم
في الرماية، في السباحة، في الأدوات، حديد، كل شيء. طيب نفس الشيء نطبق عليك. احنا نضمنش الحديد طبعا. نفس الجدول تقريبا؟ ايوه. يعني تحتاج لياقة بدنية؟ اكيد. انت يا خالد اعتقد ان الميدالية اللي خذيتها في دورة الشباب هذه شو تمثل لك انت كشخص؟ اعتقد انا لو اخذ الميدالية هذه بقعد في المجلس وبعلقها وبتفاخر فيها لابس 24 ساعة. صحيح. شلون حسيت ردود الفعل اول ما طلعت؟ شلون كان؟ والله مستانس مستانس ما اوصف لك. عاد قاعد تفخر على الربع؟ اي لا لا كل شيء ولا ربعي. لا يعني شلون بلشت تحبها انت؟ كرمايه بعد ما قال لك ابوك وجيت جربت هنا، شلون كانت خطوتك هنا اول ما جيت، اول ما جربت، اول خطوه لك، اول ما مسكت السلاح، واول مره كانت اللي هو الطمع اللي ينطلق؟ اي شلون كانت تجربتك؟ حبيتها من البدايه ولا استصعبتها؟ لا اكيد انك خيبت اول طلقه ثاني طلقه ضاعت. انا اقول لك من البدايه انا كنت مخيب. أه. بس من انا احبها الرمايه تعلقت يوميا اجي، يمكن بس ما في الا يعني من 12 واحد ما في الا انا اللي صمرت لين الحين. أه. اجي يوميا. نبي كلمه منك للشباب اللي يشاهدونا اللي حاب يدخل هالرياضه هذه. يا مرحبا بهم والله، مجمع لوسيل فاتح من الساعه 4 لين الساعه 8، والعمر اي عمر يتدرب يبا ياسسونهم ويعلمونهم كل شيء. بعد ساره كلمه منك للبنات، اعتقد ان البنات الحين تحمسوا انهم يشوفون هالرياضه، خاصه ان هي البعض الرياضه هذه غريبه علينا بنت وتدخل هالتحديات هذه، كلمه منك للبنات. هو ما في شيء اسمه بنيه ولا ريال، هو في النهايه رياضه مثل اي رياضه. بتيم تتمرنين بتيم تتمرنين بتوصلين، يعني ممكن توصلين حق شيء غيرش ما وصل له، عرفت؟ يمكن شيء انت كنت متوقع ان انت توصلين لهالبطوله؟ لا طبعا كنت جايه بس اني بتمرن بورد هو هذي. والحمد لله وصلنا. تتوجهين كل منهم انه ما في شيء اسمه لانه انا بنيه والله ما اقدر امسك سلاح او شيء، هو ما له خص مثل اللي تلعب قدم سله وكذي، هذه رمايه بتيم بتتمرنين بياخذونها الاداره، ما في شيء اسمه هذه لا هذه اي بيون بيمرنونها عشان تقدر توصل للمستوى، تقدر تشارك في اي بطوله عادي، ممكن توصل يعني ممكن اللي انا وصلت له، ممكن اللي انا وصلت اللي اعلى مني اللي انا ما قدرت اوصل له، فهو ما عادي اي حد يقدر يوصل، بس السالفه يبيلها تمرين، تجي لوسيل تمرن اتفق مع الاداره وكذي بس وترمي. بطلتنا ساره محمد الله يعطيك الف عافيه وشكرا لك، وان شاء الله نشوفكم بطوله البرازيل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. خالد المنصوري بطلنا الله يعطيك الف عافيه ونشوفك للاعلى ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام شفتوا معنا فقره الرياضه اللي تكلم عن رياضه الرمايه، هالرياضه صراحه جدا جميله، واللي حاب انه هو يجرب هالرياضه خليه يجي هنا والابواب مفتوحه في مجمع لوسيل للرمايه، يقدر يجي ويجرب نفسه، مو شرط انه هو يسجل. انا من قبل شوي حضرت بعض الشباب جايين بس انهم يرمون ويروحون، واعتقد الابواب مفتوحه هنا، ويا مرحبا وسهلا بالجميع. هذا كان كل شيء بالنسبه لي، الكلمه للاخوان في الاستديو. شكرا جزيلا لك احمد شميري، وشكرا ايضا موصول للضيوف اللي كانوا معك، الابطال اللي رفعوا رؤوسنا واسم بلادنا الغاليه في المناسبات اللي شاركوا فيها، ونتمنى لهم ان شاء الله ان يصلون باذن الله الى الاولمبيه. صباح يمكنك مع الرمايه، يمكن يا احمد او يا ناصر قال لنا احمد عن الرمايه ان اي واحد وده انه يجرب الرمايه ما عليه الا انه يتوجه الى مجمع لوسيل الرمايه اللي موجود في مدينه لوسيل، وبامكانه يا ناصر ميدان لوسيل ميدان لوسيل. بس ما قلت لي شلونك مع الرمايه؟ انا والله احب الرمايه لكن صراحه ما جربتها الا مره يمكن مرتين، لكن فرصه يمكن اي واحد وده يروح حتى لو يعني ما يبي يشترك، واذا بتروح انا وياك بنروح توكل على الله. مشاهدينا بعد الفاصل نتابع الدوحة تستضيف ندوة حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في ترحيب. صباح حلو الكورنيش صافي اليوم جوه. اي الجو بعد محلو هالايام بعد الرطوبه اللي جاتنا الحمد لله.
لا بشرك راح يبدا ان شاء الله درجه الحراره راح تنخفض بشكل تدريجي ان شاء الله خلال الفتره الجايه ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام خلونا نشوف معكم الندوه اللي نظمتها اللجنه الوطنيه لحظر الاسلحه الكيميائيه حول اتفاقيه الاسلحه الكيميائيه واداره السلامه والامن الكيميائيين للدول الاسيويه الاعضاء بمنظمه حظر الاسلحه الكيميائيه. هذه الندوه مشاهدينا جاءت بالتعاون مع منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه، تفاصيل اكثر تابعها معكم في هذا التقرير. الورشة هذه طبعا هي من ضمن ورش سلسلة ورش نعقدها سنويا في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. الورشة هذه هي الثالثة من نوعها، السنة اللي فاتت والسنة قبلها عقد نفس الورشة في السلامة الكيميائية، ودائما احنا نحرص على عقد هذه الورش للدول المنطقة، خاصة ان هذه اول ورشة تعقد من خلال المركز الإقليمي. فالورشة هذه عبارة عن تغطية للمادة 11 من الاتفاقية. المادة 11 هي اللي تنص على التنمية الاقتصادية في الدول، أن الاتفاقية تعمل رقابة على المواد الكيميائية ولكن لا تعطل التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في الاتفاقية. والجديد في أن الدول تتغير لحاضر الورش، هذا برنامج من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتعاون معها دولة قطر، وتعقد الورش هنا من خلال المركز الإقليمي في دولة قطر. عندنا ما يقارب 30 دولة من آسيا مشاركين في هذه الورشة، بالإضافة إلى المشاركين من داخل الدولة. العدد الكامل تقريبا وصل إلى 50 مشارك من داخل وخارج دولة قطر. احنا بدأنا برنامج تأهيلي أو برنامج توعية يغطي من المدارس الثانوية، بدأنا بهذا المستوى إلى أن وصلنا للقطاع الصناعي، والحمد لله الورش هذه مستمرة بشكل 8 أو 9 ورش عندنا في السنة، وهذا طبعا كله يأتي بناء على توجيهات ورعاية من سعادة رئيس الأركان ومن سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. طبعا الندوة تستمر حتى يوم غد، ويشارك فيها 61 فردا، 30 منهم من الجهات المعنية بالتعامل مع المواد الكيميائية في الدولة نفسها اللي هي عندنا في بلادنا، و 31 منهم مشاركا من دول آسيوية. ننتقل مشاهدينا إلى شأن آخر يتعلق بالرسائل النصية المزعجة والمكالمات غير المرغوب بها على الهاتف الجوال، واللي طبعا ضايق الكثير من متلقيها، إضافة إلى كونها مكلفة ماديا بالنسبة لهم يا ناصر. نعم، ومعنا ضيف راح يكلمنا وهو السيد مشعل البراهيم مدير إدارة أمن المعلومات في شركة فودافون للاتصالات، اللي راح يقدم لنا بعض الإرشادات عن كيفية التعامل مع هذه الرسائل والمكالمات. مرحبا ومسهلا بك معنا في برنامج تراحيب. مرحبا، مساءك بالخير يا مشعل، نرحب فيك في برنامج تراحيب. في البداية ودنا تحدثنا أكثر عن الرسائل الغير مرغوب فيها، يمكن اللي زادت في الفترة الأخيرة من عدة أماكن، من عدة شركات توصلنا رسائل، يمكن أغلب الناس يمكن متأذي من هالموضوع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حبيت اشكر قناه الريان على استضافتها لنا. شكرا على واجب يا مرحبا. استضافتها لنا لتقديم دور الاكبر والتوضيح حق الجمهور. يا مرحبا يا مشعل. بالنسبه للرسائل الاقتحاميه والمكالمات مسببه مشاكل كبيره في في كثير من المشتركين، يعني يجون يتواصلون. انا واحد منهم على فكره. وانا وياك يا ناصر. يعني يعني بالامانه يمكن انا متاكد كثير من المشاهدين اللي يتابعونا يعني مروا بهذا الشيء. مرة كنا يمكن جالسين ثلاثة. نعم. في نفس المكان، تخيل رن تليفوني بعد أقل من دقيقة، رن تليفون اللي جنبي، وبعدها بفترة يمكن 3-4 دقائق رن تليفون الثالث. نعم. كلها نفس الرقم، آخر رقم يختلف. نعم. يعني هذه الرسائل وهذه المكالمات لابد لها أضرار، وفي بعضهم لها أهداف. نعم. يعني إيش الأضرار اللي تجي من هذه المكالمات؟ الأضرار الله يسلمك، بالذات إنه يعمل لك رنة. إيه هذا اللي يعمل لك رنة. إيه هذه الله يسلمك، إذا أنت استقبلت مكالمة
هو هدف أن أنت تستقبل مكالمة وما يكمل رنة عنده هو أصلاً، هو يبغيك أنت ترجع تتصل فيه. وش يستفيد؟ الضرر، الضرر الله يسلمك أن أنت أول ما تتصل فيه ترجع تتصل فيه تشترك عنده في الخدمة اللي هو مسويها، فتتفاجأ آخر الشهر أن تجيك تجيك فاتورة. كيف يعني؟ هذه الله يسلمك ناس خبرة في الشغل الاحتيال والشغلات اللي مثل المكالمات الضارة هاي والمزعجة حق الناس. فهم شركات احتيالية ودورهم في إنه يعني يحصلون المال من أكثر اتصالات من أكثر اتصالات تجيهم. وبقل ضرر إنه يمكن مشعل أول رسالة إذا من خلال كلامك اللي أنا أفهمه إن أول رسالة نوجهها لكم مشاهدينا إن لا ترد وتتصل حق اللي سؤالك مشكور هذا لا ترجع تتصل الرقم فيه. عشان ما يخليك تشترك وتطلع عليك الفاتورة لا ترجع تتصل ما تدري عنه لا هو بمجرد اتصالي عليه تقنيا بمجرد اتصالي على تليفونه نعم يحسب علي مكالمة دولية طيب في حالة اني كلمت دقيقة وسكرت هل يحسب علي مكالمة دقيقة فقط لمدة وقت الاتصال ولا يكون فيها ايضا مبالغ اخرى تنحسب عليك وقت الذروة نفسه يعني اذا كان في الليل أو كان في النهار على وقت الذروة نفسها وبالنسبة حق تكلفة المكالمة في البلد اللي أنت مثلاً تتصل لها وفي نفس الوقت أن المكالمات هذه كلها هم يستخدمونها الناس اللي عندهم شركات الاحتيال على أساس أن أنت تتصل فيه وتشترك في خدمة أنت ما رقبت فيها فهي حتى أنت ما عندك خلفية أن أنت اشتركت فيها ما تدري عنها ما تدري عنها لو مجرد اتصالها هل يعتبر اشتراك نعم يعتبر اشتراك بالنسبة له هو وهذا مربح يدخل أكثر من عميل عنده سبحان الله في النهاية آخر الشهر تطلع لك الفاتورة تكتشف أنه في الستيتمنت اللي في الفاتورة عندك أنه مبلغ باهظ كبير وتروح تراجع الشركة يقولون لك والله يا زي شركات الاتصالات عندنا كيف يعني ممكن يتعاملون مع هذا النوع من الاحتيالات يعني انا كعميل مثلا لما اروح حق فودافون يعني ويطلع علي مبلغ يمكن انا ما اعرف من وين جاني شركة الاتصالات كيف تتعامل مع هذا الموضوع هو الله يسلمك الحين انا بالنسبه لي انا دوري اوعي الناس توعيه اي نعم دوري اوعي الناس خاصه الحين كل ما تطور الجيل عندنا سنه بسنه تحصل اشياء جديده تستوي واشياء تطلع يعني. نعم فانا دوري ان يعني اطور الشغله هذه واخلي الناس تفهم ان ترى يا جماعه هذه الاتصالات غير مرغوب فيها بتاتا لا ترجع تتصل له لا تتواصل معه برسائل او اي حاجه حتى لو بعث لك انت حتى الرساله ممكن انها حتى الرساله ممكن انا اشترك معاه في الخدمه اللي هو مسويها نعم ممكن من خلال الرساله نعم ممكن تشترك معاه عن طريق الرساله يقول لك والله اذا انت محتاج او يقول لك مثلا انت رابح معنا 500 الف ريال لا بالجنيه الاسترليني اكثر اي نعم بس هذه تطورت فاذا انت رابح معاه يقول لك 500 الف ريال ارجع طرش لنا مبلغ على اساس ان انت تقدر تحصل على المبلغ الثاني هذا اتوقع انه بيكون حد اخر في بعد ايضا اتصالات يمكن تجي وهذه ايضا رساله نوجهها لكل مشاهدين قناه الريان يعني يمكن انا متاكد الاغلبيه وصلهم هذا الاتصال يتصل لك يقول لك والله انا كنت في الغابه وصل لي استخاره نعم. وجاني رقمك في المنام ولا يحلم مسكين حتى اسمك ما اعرفه او يكون ماخذ اسمك من بطريقه ما صحيح ويقول لك انت مسحور سحر اسود وكذا كذا 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 ويمكن البعض منا يعني ممكن يجاريه في البدايه لكن ممكن انه يتاثر منه فيعني نتمنى ان ما ننسق وراء يعني هذه الشعوذات والكلام اللي ممكن انه يعني يتسبب لنا ايضا في مشاكل بمجرد سوء الظن او بمجرد التفكير في هذا الموضوع ويكبر في راسنا. اذا نبغى نتكلم سيد مشعل انت ذكرت بانك انتم كدوركم في توعيه الناس. نعم. انا كيف ممكنني انا اتجنب مثل هذه الاشياء؟ اذا كان شركه الاتصال نفسها راح تحسب علي فاتوره انا يمكن يكون اخوي مسافر ولا والدي ولا ابني نعم. لا ممكن يسوي لي رنة ما عندي رصيد ابني طالب في الخارج صحيح. ممكن يسوي لي رنة من تليفون ثاني أو أتوقع أنه هو من تليفون آخر تليفونه يمكن ما في رصيد أو شيء من هذا القبيل أنا كيف أعرف كيف ممكن هل في أرقام دول معينة محددة بعينها ممكنني أنا أتجنبها ما في أرقام معينة بالضبط لأن هذه الله يسلمك هم يتنقلون من بلدة لبلدة نعم بالنسبة للشركات الكبيرة الاحتيالية تتنقل من مكان لمكان كيف أتجنبها كيف أتجنب اللي تجنب مثلا ضحية لمثل هذه الشركات تجنب أي اتصال يجيك خارجي أول شيء إذا كان مثلا رنة خاصة إذا كان رنة يعني هالاتصالات أنت تتجنبها أول شيء الشغلة الثانية الرسائل اللي توصلك
لا ترجع لها الا اذا انت مثلا متاكد انت مثلا مسافر بلده خارجيه. هو يا مشعل يعني اللي يبغيك بيطرش لك مسج انا فلان الفلاني اذا ما رديت عليه، واتوقع من هذا المنطلق يعني انت راح تعرفه وراح ترجع تتصل فيه. صح، اذا انت مثلا مسافر بلده خارجيه سجلت بياناتك عندهم، نعم، فممكن تلقى يعني اتصال عن طريق الشركه هذه. نعم، لازم ترجع تكلم الشركه الام اللي هي الاساس اللي هي تستفسر من عندهم. زين انا هل انا كمستهلك لي جهه حمايه لهذا الموضوع؟ لك جهات حمايه. من هي جهات الحمايه عند المستهلك نفسه؟ المستهلك له ثلاثة اماكن بالنسبه لنا احنا كشركه فودافون، له ثلاثة اماكن اللي هي تحميه. اولا الشركه اللي هي المشغله اللي احنا فودافون، انه يبلغ الشركه نعم بالاتصال اللي جاله او الرساله اللي وصلته. على اي رقم انا اتواصل معهم؟ في الله يسلمك الرقم اللي هو خدمة العملاء عندنا ثلاث وحدات، أو يبلغ على care.qa خلال vodafone.com. نعم هذا للإيميل. نعم، يمكن إحنا قاعدين نشوف الإيميل الحين على الشاشة لمستخدمين فودافون، بإمكانهم أنهم يتواصلون من خلال هذا الإيميل اللي هو care.qa@vodafone.com. طيب هذه طريقة، وطريقة الثانية اللي هي الاتصال على الرقم 111 يبلغهم، وهم خدمة العملاء في نفس الوقت راح يبعثون لنا مثلا الشكوى هذه اللي وصلت عن طريق من العميل نفسه، يبلغوننا ويوعونا على الشغلة هذه إن في عميل تضرر. نعم، ودوري أنا بالنسبة لي إن أنا أحمي العميل ووقف معاه وساعده لأقصى حد. زين هل ممكن يتم حظر هذه الأرقام يعني على جهات الاتصال؟ مثلا أنتوا عرفتوا هذا الرقم أن من الناس اللي ممكن يحتالون على الناس. نعم، وعلى العميل أو العملاء اللي عندكم. نعم، كيف ممكن تحمون الناس منهم وتحضرون الأرقام منهم بحيث أنهم ما يقدرون يوصلون لهذا العميل اللي عندكم في الشركة؟ هذه الأرقام بتكون عشوائية طبعا، العميل وقت ما يبلغ. نعم، أنا ما أقدر أحصر لي مثلا شركة كاملة عرف محتواها ومحتوى أرقامها اللي عندها. نعم، العميل يبلغني على الرقم اللي وصله، أنا بالنسبة لي أسوي له بلوك وما يقدر يرجع يتصل مرة ثانية حق أي عميل في شركة فودافون أو يبعث له رسالة. حلو، الرقم اللي وصله. نعم، إذن يعني ينعمل له بلوك ينعمل له بلوك، في بلوك وفي حظر. هذا هو يمكن هذه بالنسبة للخارجية يمكن. نعم، أصلا زين بالنسبة لداخل الدوحة هل في مثل هذه الشركات موجودة داخل الدوحة؟ أنا لحد الحين ما شفت، بس يمكن إذا كانوا موجودين بيكون عددهم قليل، لأن هاي بيكون فيها مشكلات قانونية وبتلاحقة يعني الجهات الأمنية وهيئة مجلس أعلى الاتصالات. ويمكن يا مشعل إحنا الحمد لله اللهم لك الحمد إحنا عندنا الأمن والأمان والمسائل القانونية في كل هالأمور هذه، لكن عندهم في بعض البلدين ما عندهم لا المسائلات القانونية ولا عندهم هذا الموضوع من الأمن، فإحنا نقول الحمد لله على هذا الموضوع. اللهم آمين، الله يديم الأمن والأمان. إحنا في بلاد أمن وأمان وخير يعني الحمد لله. فيعني كل جهة عندنا لها رقابة تامة على نفس المواضيع هذه، بالذات هذه المواضيع اللي تزعج العميل. زين في بعض الرسائل نعم تجينا من داخل الدوحة. صحيح، وأنا متأكد يعني يمكن عدد من المشاهدين اللي يتابعونا الآن لا بد لهم يعني جاتهم هذه الرسائل، مثل رسائل دعايات مثلا شركات يعني مع احترامي لكل الشركات والمؤسسات اللي ترسل لنا رسائل على جوالات أغلب الناس إن مثلا كذا كذا أو كذا، ما بدون ذكر طبعا نوع العروض الإعلان كذا، مثل هذه الدعايات اللي سواء تكون سواء من الرقم يبدأ 9 أو سواء من اسم الشركة نفسها. صحيح، أو اسم المؤسسة اللي هي مسوية الدعاية في هذه الطريقة. أنا كعميل ما أبغى هذه الرسائل تصلني، هي لابد أنها تصل كشوف معينة من أشخاص معينة، يمكن حتى في أشخاص قد يعني يجمع لك عدد من الأرقام ويعني يستفيد منها بنوع ما، ولكن أنا كمشترك في فودافون كيف ممكنني أنا أتجنب هذه الشركة في حالة أن جاني رقم من شركة أو دعاية معينة؟ هل بإمكانكم أنتم توقفون هذا الرقم من هذه الشركة أو لكم إجراء معهم؟ بإمكاننا إحنا نخاطب الشركة نفسها، لأن هذه الأمور تستوي بدون علم الشركة وبدون موافقات. أغلب الشغلات هذه تستوي بدون موافقات وبدون علم الشركة، فإحنا بالنسبة لنا يعني نحولها قانونياً. طيب، وهم يتخذون الإجراء اللازم. يعني يأخذون داتابيز يعني أرقام من عندكم أو مجرد أرقام عشوائية ترسل لحق؟ لا، هذه الله يسلمك شوف هي لها مسارين. مسار الأول أنت كزيارتك حق أي فرع من الفروع المحلات اللي أنت تزورها، يطلب رقم تليفون محلات العطور والشغلات هذه، تسجل عنده استبيان، فأنت في وقت الاستبيان هذا تجنب أنك تحط رقمك. نعم، فهم ياخذون عشان المسجات ما تقعد تجي. صحيح، هم ياخذون عن طريق الاستبيان أو طريق مثلا إرضاء العميل، يعني إنه شافوا عميل أو معرفتك حق أي صاحب محل ياخذ رقمك وياخذ ارقام ناس ثانيه. فبالنسبه نعم. تفضل.
بالنسبه لنا احنا هذه ما لها اي موافقات عندنا، يعني احنا ما في طريقه ثانيه لها موافقات مثل دعايه؟ لا ما في. يعني انا في بعض الشركات ترسل لك رساله مثلا دعايه بعلم شركه الاتصالات نفسها. نعم. طيب هل فودافون يعني عنده هذه العمليه؟ يعني مثلا انا مستخدم ما ابغى يجيني دعايه، يمكن الشركه مثلا بمبلغ ما او مثلا او باسلوب دعائي مثلا اتفاق مع شركه جهه تسويق او غيرها من خلال شركه اتصالات طلبت مثلا عدد مثلا 100,000 رساله. صح. انا واحد من الناس انا ما ابغى يجيني هذه الرسائل، كيف ممكن انا اتجنبها؟ هل في اوبشن معين ان مثلا استثنوا رقم تليفوني من هذه الرسائل او الدعايات؟ هذه ما لها اوبشن معين. اذا انت انا مثل ما قلت لك يعني اذا انت اشتركت فيها او رحت زرت مكان. لا لا انا اتكلم بشركه الاتصالات نفسها، شركه الاتصال من خلال الدعايات اللي ترسلها للمستخدمينها. ما انا ما اتكلم عن دعايات الشركه نفسها اللي ترسلها هي. نعم. مثلا عن العروض الخاصه بالشركه او اشياء جديده في الشركه، لا انا اتكلم مثلا شركه خارجيه او علامه تجاريه حابه انها تعلن عن طريق ارسال رساله نصيه من خلال شركتكم. انا مثلا مستخدم ما ابغى هذه الرساله توصلني، هل في امكانيه اني انا اتجنبها او بامكانها ان يكون شيء عام على كل المستخدمين؟ ممكن تتجنبه اذا انت مثل ما تفضلت قلت لك انا في البدايه ان انت تبلغ مركز خدمه العملاء عندنا، واحنا دورنا ان احنا نوقف الرسائل هذه بانك ما تبي تستقبل هذه الرسائل. اذا كان اسمك يعني اسمك او رقمك مرسول لنا كشف كامل حق الشركه، يعني احنا نقدر نشطب الاسم او نشله من المكان هذا وخلاص. نعم. برادة العميل، يعني في النهايه احنا ارضاء العميل عندنا فوق اي شيء، والعميل هو اول اولويات شركتنا يعني. نعم، هذا اللي تعودنا عليكم في شركه فودافون، ونتمنى لكم صراحه التوفيق. اذا مشاهدينا الكرام يمكن وصلنا معكم وصلنا مع ضيفنا يمكن لنهايه الحلقه، ولكن نتمنى بان الكل يعني استفاد من هذه الاشياء، وهو مثلا واحد عدم الاتصال مره اخرى على اي تليفون خارجي يجيك رنه لا تحاول تتصل فيه. في حالة أنك اتصلت وقال لك مثلا أنت كذا أو فزت بكذا أو كذا، هذه كلها مجرد كلام يجرجرك في الكلام حتى يعني يحسب عليك مبلغ يعني قد خليك تشترك في الخدمات الآخر. سيد مشعل البراهيم مدير إدارة أمن المعلومات في فودافون، شكرا لحضورك معنا في ترحيب، ونتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا يا مشعل. ننتقل مشاهدينا للحديث عن موضوع آخر، ومع اقتراب موسم الحج بدأت صباح اليوم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة التطعيم الخاصة بالأشخاص الراغبين بتأدية فريضة الحج لهذا العام. المزيد من التفاصيل تابعوا معنا في هذا التقرير. يوم هي أول يوم في حملة التطعيمات يوم الأربعاء تاريخ 11/9، رعاية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بحملة التطعيمات، وهي سنويا تقوم بهذه الحملة لتطعيم الحجاج بيت الله الحرام اللي طالعين من قطر. التطعيمات هذه عبارة عن تطعيمتين، تطعيمة التهاب السحايا وتطعيمة الإنفلونزا. والتهاب السحايا الحاج اللي كل 3 سنين ممكن يأخذ التطعيمة هذه، لكن الإنفلونزا هي سنوية إجباريا أن يأخذها. والتطعيمات هذه لجميع الأجناس، لجميع الجنسيات، لجميع الفئات من الأطفال وحتى الكبار. هي في مراكز محددة تقريبا، معظم المراكز احنا عندنا 23 مركز صحي، من ضمنهم 14 مركز بجداول مختلفة، ولكن في مركز مسيمير يوميا ما عدا يوم الجمعة صبح ومساء. التطعيم إلزامي من السلطات السعودية ومن وزارة الصحة السعودية، وأن ما في حاجة راح يدخل أرض المملكة إلا ببطاقة التطعيمات. التطعيمات هذه مش بس للمريض نفسه أو للحاج نفسه، ولكن عشان وقاية للحجاج. ولتفاصيل أكثر عن موضوع التطعيم معنا على التليفون الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة. مساك الله بالخير دكتور، إذا ممكن نعرف في البداية إيش التطعيمات الإلزامية للحجاج؟
حياكم الله اخوي ويا مرحبتين. سعيد اني اكون معكم مره اخرى. الله يسامحك. ان شاء الله رساله توعويه ثانيه او اخرى للجمهور الكريم. بدايه بالنسبه للتطعيمات للحجاج، هنالك تطعيمات الزاميه هي تطعيم الحمى الشوكيه، هذا هو التطعيم الوحيد الاساسي الالزامي، وهنالك تطعيمات اخرى يوصى بها للفائده العامه مثل تطعيم الانفلونزا الموسميه، والحمد لله وصل قبل يومين ثلاثة وتوزع الآن في المراكز الصحية للجميع إن شاء الله. كذلك بعض الأشخاص الذين يعانون بعض من الأمراض المزمنة مثل السكر، أمراض القلب، الكبار بالعمر، أمراض الرئة، يوصلهم بتطعيم ثالث وهو تطعيم المكورات الرئوية. وعلى فكرة ترى ممكن هذه التطعيمات الثلاث أن يأخذها الحاج في جلسة واحدة بإذن الله. نعم دكتور، لو تحدثنا عن أهم هذه التطعيمات وأهميتها بالنسبة للأشخاص اللي راح يتوجهون إلى مكة لتأدية فريضة الحج بإذن الله. تطعيمات مثل ما أسلفت الثلاث تطعيمات، الحمى الشوكية تقي ضد التهاب السحايا، وهو يعني التهاب بكتيري قد يصيب بعض الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة، أو أحيانا يأتوا به بعض الحجاج من جميع أقطار العالم، هناك أكثر من 180 دولة تأتي، فيأتي كثير من الناس ويحضرون معهم الميكروبات في أثناء حجهم، فهذه الحمد لله يعني تطعيم يقي ضد أربع أنواع من التهاب السحايا. تطعيم الإنفلونزا الموسمية يوصى به لجميع الأشخاص المتوجهين للحج سواء عندهم أمراض مزمنة أو لا، منها يحمون أنفسهم وكذلك يحمون الناس الآخرين من انتقال العدوى لهم. التطعيم الثالث هو يعطى عادة للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة المكورات الرئوية، وهذا جدا مفيد لمن عنده أمراض مزمنة مثل ما ذكرنا، خاصة أمراض الرئة. هذه ثلاث تطعيمات الأساسية، لكن دائما احنا نستغل هذه الفرص في الزيارات أن نرى إذا كان هناك بعض التطعيمات الروتينية التي تم إغفالها، كذلك نوصي بها في نفس الوقت أو في وقت لاحق كذلك يعني. نعم دكتور، ذكرت بأن التطعيمات وصلت يعني من كم يوم، هل تشوف مدة أسبوعين كافية يعني لتطعيم الحجاج قبل الحج؟ نعم، في العادة هي تأخذ من أسبوع إلى أسبوعين، في المتوسط 10 أيام وتبدأ المناعة إن شاء الله إلى المستوى المطلوب. فالحمد لله باقي على الحج الآن تقريبا يعني إذا قلنا يمكن شهر، فالحمد لله اللي بياخذ تطعيم الآن إن شاء الله يعني بعد أسبوعين فنرى أنها إن شاء الله بإذن الله مدة كافية. نعم الله يعطيك العافية دكتور محمد الهادري، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة، على إعطائك لنا وإعطاء المشاهدين هذه المعلومات اللي يمكن يناصر معلومات مهمة خاصة قبل التوجه إلى مكة المكرمة إن شاء الله. وأنت يا ناصر واحد من الناس اللي بتروحون بإذن الله إلى مكة، وعادها الله الله في الدعاء هذه إن شاء الله، بطعم وبدعي لك. إذن متواصلين معكم بعد الفاصل. موجودات البنوك القطرية تحقق نمواً بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، والحين بنكون مع محطة مالية عن النمو اللي تحقق في النصف الأول من هذا العام في إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة لدولة قطر. التفاصيل راح نتابعها معكم في هذا التقرير ونرجع. صحيح أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من حالة عدم الاستقرار في أوضاعه، إلا أن ذلك لم يحل دون مضي الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وهو أن تكون قطر مركزاً مالياً رائداً في الشرق الأوسط. دليل ذلك ما أعلنه سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة في الدولة حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، فبلغ حجم الموجودات نحو 875 مليار ريال مقارنة بنحو 400 مليار سنة 2008. وأضاف سعادته في كلمة افتتح بها مؤتمر ميد أن ودائع العملاء لتلك البنوك التجارية زادت خلال الفترة ذاتها بنحو 41%،
ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 535 ملياراً مقارنة بنحو 212 ملياراً في نهاية 2008. كما أوضح حول الفترة ذاتها وفيما يخص التوظيف المحلي أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها قد زادت أيضاً بأكثر من 15% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 500 مليار ريال مقارنة بنحو 221 ملياراً. يشار إلى أن المصرف المركزي لم يأل جهداً في سبيل زيادة متانة القطاع المصرفي، ما انعكس إيجاباً على الجهاز المصرفي والمالي، والقول ما زال لسعادته، مع التنويه إلى أهمية حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها الدولة، وصدور قوانين جديدة أسهمت في ترسيخ قطاع مالي يتمتع بالمرونة ويعمل وفقاً لأرفع المعايير الدولية في التنظيم والرقابة. طبعا مشاهدينا، هذه الأرقام تدل على متانة القطاع المصرفي في قطر وعلى تماسك وازدهار الاقتصاد القطري بشكل عام. اللهم لك الحمد يا ناصر، هذا اندل فيدل على نمو الاقتصاد عندنا في قطر. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. إذن وفي الإطار التعليمي، تعاونت جامعة قطر مع شركة ألمنيوم قطر على تأسيس كرسي عضو في هيئة تدريس يكون مختصا في إنتاج الألمنيوم. التفاصيل تابعوها معنا في هذا التقرير. هناك في اتفاقية وقعت بين قطر الألمنيوم وجامعة قطر في مارس 2013 السنة هذه، بحيث أن تقوم قطر للألمنيوم بتمويل كرسي للبروفيسور هنا في جامعة قطر. البروفيسور هذا بيكون بيصب جميع اهتماماته على صناعة الألمنيوم وحيكون بتدريسه في جامعة قطر. اليوم إن شاء الله في هناك تو بروفيسور جايين من النرويج، حيبدأ واحد منهم مهامه كبروفيسور في جامعة قطر لمدة 6 شهور، وبعدها حيجي البروفيسور الثاني ليأخذ محله. فهذا إعلان كبداية لشغل هذا الكرسي في جامعة قطر. سعيدين جدا بالتعاون مع الأساتذة الجداد اللي جايين عندنا في المقعد الجديد اللي خصص حق شركة الألمنيوم في قطر. إن شاء الله راح يكون في تعاون في أبحاث جديدة عن الألمنيوم اللي هي تعتبر من أهم المواد الهندسية. راح إن شاء الله نستفيد من خبرة الأساتذة الجداد اللي موجودين عندنا. الحقيقة هو بيجلب كثير من الطلاب اللي بيدرسون في التخصص للمصنع، وهي بشكل خطوة مهمة للتقدم في صناعة الألمنيوم. أتوقع يعني في المستقبل القريب كثير من الطلاب يلتحقون في المصنع، وهذا وايد شيء مهم يعني للشركة. صناعة الألمنيوم في قطر صناعة حديثة، فهذا الكرسي حيساعدني كثير بتعريف أهمية الألمنيوم للطلاب في الجامعة. لا شك أن هالأمر راح يساعد جامعة قطر على تخريج طلبة قطريين مؤهلين للعمل في المجال الحيوي اللي راح يخدم اقتصاد البلاد إن شاء الله بشكل كبير. يمكن طبعا يا ناصر في الفترة الأخيرة دائما شفنا هذا الأمر اللي يخدم أيضا رؤية قطر الوطنية، تحويل الاقتصاد أو تحويل العلم إلى اقتصاد معرفي في المستقبل بإذن الله. هذا يمكن هذا اللي ننتظره من شباب قطر اللي يدرسون إن كان في المدارس أو حتى في الجامعات. نروح مشاهدينا ويا ناصر إلى فعالية أخرى تتمثل في إقامة اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الثاني للقرآن الكريم التابعة لوزارة الثقافة، حفلا لتكريم الفائزين والمتميزين في مسابقة البرنامج الإذاعي أهل القرآن. شوف التقرير نرجع لكم.
في هذه الليلة احتفلنا بأهل القرآن، مشاركين في برنامج أهل القرآن الذي تبثه إذاعة القرآن الكريم مشكورة، وهو برنامج مميز ويلقى وله شعبية ويحظى بمتابعة من عند المهتمين بالقرآن الكريم. ومسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله في دورتها 20 تغيرت في لباسها وفي فروعها، وتم إنشاء فرع الهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص، ومن هذا الفرع بدت في الحقيقة شراكة مع إذاعة القرآن الكريم، وإذاعة القرآن تفضلت بعرض البرنامج أن ترعاها المسابقة. كنا نحن في إذاعة القرآن الكريم قد عقدنا عقد شراكة وتعاون مع اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، فكان من بكورة وثمار هذه الشراكة هو التعاون في إنتاج برنامج أهل القرآن في دورته 5 في هذه السنة. فتولت اللجنة مشكورة الإشراف على المسابقة وتقييم المشاركين، ومن ثم تعيين الفائزين بالمراكز الأولى. كذلك تولت مشكورة رعاية حفل التكريم، وكذلك تولت مشكورة تخصيص الجوائز للفائزين ومجموعة من المشاركين. مستوى المسابقة جيد، وقد استمعنا إلى تلاوات متميزة الأول والثاني، وطلعنا أيضا إلى طفل حافظ القرآن عمره 8 سنوات، فهذه صراحة بشار خير، وإحنا كمسؤولين على المسابقة شيء يشجعنا ويدفعنا أن احنا نبذل أكثر حتى نصل إلى مهتمين ونصل القرآن إلى شريحة أكبر. طبعا نشير الى ان هناك اتفاق بين او تعاون بين اذاعه القران ووزاره الاوقاف في هذه المسابقه، اللي صراحه نتمنى لهم كل التوفيق، ودائما ما نفرح في مثل هذه المسابقات الجميله جدا اللي صراحه نتمنى ان احنا كنا نشارك فيها واحنا صغار، فنتمنى ان احنا نشارك فيها الحين. واللي فرحنا اكثر يا ناصر هو مشاهده الطفل اللي عمره 8 سنوات ختم القران الكريم، الله يحفظه ويخليه لوالدينا. الحين مشاهدينا نختم مع جولة على فعاليات النسخة الأولى من معرض قطر الدولي للقوارب 2013 بمرسى لوسيل مارينا الواقع ضمن مدينة لوسيل. نتابع. طبعاً المؤتمر الصحفي للإعلان عن معرض المراكب الدولي لقطر، تستضيف طبعاً مارينا لوسيل أو مرفأ لوسيل اللي موجود في المرفأ الجنوبي، وهي كانت المدخل الأول للعامة يعني لمدينة لوسيل وتطوير مدينة لوسيل اللي افتتحناه تقريباً من 2 وهذه السنة الثالثة. طبعاً المرفأ فيه ما يقارب 70 قارب، وهذه المرحلة الأولى، والمرحلة القادمة إن شاء الله بتكون تقريباً عدد مماثل. وجود هذا المرفأ في مدينة لوسيل استقطب الاهتمامات من الشركات العالمية ومثل المنظم الحالي، لأن تكون لوسيل الوجهة الأولى لهذا الحدث. طبعا يوفر معرض قطر الدولي للقوارب طبعا فرص واعده
تسويق أحدث القوارب وأجود الخدمات، كذلك يفتح أسواق راقية للقوارب في الشرق الأوسط أيضا ودول آسيا. نتمنى لهم التوفيق، ودائما ما يعني يعجبنا مثل هذه المعارض، لا أيضا هذه المعارض لليخوت والقوارب، مع أني أخاف من البحر لكن لا أحب اليخوت. يبيلك رحلة بحرية يا ناصر، ويبينا أيضا نروح نزوره ونشوف هذا المعارض. إحنا اليوم نروح شكلنا كل مكان، نروح الرماية ونروح البحر ونخلي لا بد عندنا يوم ولا يومين جاي. إن شاء الله. طيب قبل ما نختم مشاهدينا الكرام حلقتنا، خلونا نروح لزميل محمد ابن بريك في الريس ونشوف علوم الريس. أبو بريك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور أخوي سالم، مساك بالخير وعلى أخوي صباح الكواري وعلى جميع مشاهدينا الرياض. مرحبا وسهلا، علومك يا أبو بريك. والله العلوم طيبة أبو سالم، أحيي كل مشاهدين علوم الريس وبرنامج تراحيب. طبعا أبو سالم أنت أخوي صباح، ابتدأ الموسم في الخامس من سبتمبر، الخامس من هذا الشهر، كانت الانطلاقة قوية جدا، شهدت منافسات صعبة بين جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. الهجرة القطرية كان لها نصيب الأسد في المشاركات وأيضا في الحضور. السباق ما زال مستمر، توقف المرحلة الأولى، المرحلة الثانية وهي سن الكبار راح تبدأ في 14 من هذا الشهر وتستمر إلى 17. كذلك يعني سوق الهجرة مثل ما يقولون الإخوان مولع، أو بورصة الهجرة مولعة، بلغت مبيعات الهجرة في السباق المحلي الأول أو في ستة أيام الماضية حتى قبل اتصالي بهذا البرنامج فاقت 22,500,000. ما شاء الله، أبارك الكل المستفيدين من هذا السوق ومن حركة الهجن اللي تشهد حقيقة يعني مثل ما نقول عصر ذهبي بدعم سيدي حضرة سمو أمير البلاد المفدى. يشهد ميدان الشحانية حضور جماهيري، وذلك لشيئين، للتطوير الكبير في على كافة أصعدة الميادين وكذلك الجوائز النقدية المقدمة. أضيف لمشاهدين العلوم الريس بأن السباق المحلي الثاني قرر له في 19 من هذا الشهر وعلى المضمارين. بعد السباق المحلي الأول اللجنة شهدت إقبال جماهيري وضغط على الميدان الرئيسي، فعملت سباق آخر تزامنا مع أشواط اللي تقام في الميدان الرئيسي في دورة المصير. نعم. راح يكون لها أيضا لجان مختصة وأيضا بحث منشطات ولجنة تنظيمية برئاسة سعادة الشيخ حامد بن جاسم، اللي صرح لعلوم الريس في تصريح خاص الليلة أن اللجنة المنظمة لسباقات الهجن تستعد للسباق الكبير القادم وهو مهرجان الشحانية المقرر إقامته في 3 أكتوبر، وقد رصدت اللجنة دروع وجوائز عينية قيمة وكذلك نقدية. نعم. نعم. الله يرجعك يا أبو بريك، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في سباقات الهجن، واتمنى التوفيق ايضا للمشاركين القطريين، ومرحبا بالضيوف الكرام في بلدهم الثاني، ونتمنى ايضا لمشاركينا بانهم ينافسونا مثل ما عودونا دائما، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. الله يوفقهم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه حلقه الليله من برنامج تراحيب، وترقبوا في حلقه القد. صناعة المحامل، فن وتاريخ. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل برنامج ترحيب، بإمكانكم متابعتنا وأيضا المشاركة معنا عن طريق تويتر عبر هاشتاغ البرنامج برنامج ترحيب. نعم، إذا المشاهدين الكرام نذكركم بأن في الساعة 10 راح يكون هناك برنامج المختصر، بث مباشر من مجلس قناة الريان. نتمنى لكم طيب الموافقة أو طيب المتابعة، والله يوفقكم وفي أمان الله. مع السلامة.